السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إخواني من جديد في قناة أكرم للمعلومات. فيديو ديال اليوم غنوريكم طريقة تفعيل ميزة السوبر شات. إذا هذه الميزة ديال السوبر شات عملتها اليوتيوب بعد ما كتحقق شروط اليوتيوب 4000 ساعة و1000 مشترك باش كنستافدوا من هذه الميزة. مثلا بعض القنوات ما كيوصلوش 10 دولار، بهذه الطريقة ديال ميزة السوبر شات يمكن لكم تصيفطوا 10 دولار في أي فيديو عملته، إما عرض أولي أو بث مباشر. ميزة ديال السوبر شات فيها بزاف ديال الأشياء المفيدة. إذا الآن نمشيو لشرح طريقة تفعيل ميزة السوبر شات في القناة ديالكم على اليوتيوب بواحد الطريقة سهلة. إذا الآن نمشيو لشرح طريقة تفعيل ميزة السوبر شات على قناة أكرم المعلومات. إذا طريقة تفعيل ميزة السوبر شات طريقة راجد سهلة. إذا أول خطوة كندخلوا المتصفح ديال جوجل كروم. بالنسبة للقنوات اللي عندهم الهاتف غيدخلوا من المتصفح ديال جوجل كروم باش يدخلوا للقناة ديالهم. إذا أول شيء كنمشيو للشعار ديال القناة، ثم بعد ذلك كنمشيو لاستوديو اليوتيوب باش كندخلوا استوديو المنشئي المحتوى. اذا طريقه تفعيل ميزه سوبر شات اللي عندها بزاف ديال الاشياء المفيده للقناه. اذا اول شيء باش نفعلوا ميزه سوبر شات كنمشيو لتحقيق الربح. اذا بعد قيامنا بالنقر على تحقيق الربح تنبثق معنا هذه الاختيارات: نظر عامه، الاعلان، تسوق، الاشتراكات الدائمه، ثم سوبر شات. نقوم هنا بالنقر على سوبر شات. لاحظوا معي بفضل الميزات تشكرات سوبر شات والملصقات العجيبه تتوفر للمعجبين طرق جديده لدعمك. يمكن تحقيق المزيد من الارباح من عمليات التحميل وميزه البث المباشر او العرض الاولي. اذا اي واحد بغى يوصل ل 10 دولار ضروري يعمل اول خطوه يفعل ميزه السوبر شات، ثم ذلك يقوم بعمل بث مباشر او طريقه عمل عرض اولي. بالنسبه لطريقه عمل عرض اولي في قناه أكرم للمعلومات، هناك طريقة عمل عرض أولي وأيضا طريقة عمل بث مباشر. إذا بعد ذلك نقوم هنا بالنقر على البدء. إذا هنا يعني بحال يعني ضروري في هذا المكان نزلوا أسفل يعني هذه البيانات هذه هنا ونملؤوا هذه المعلومات. إذا هنا الاسم الأول كتكتب الاسم يعني الاسم العائلي الشخصي ديالك، ضروري تكون يعني هذه المعلومات يعني حقيقيه ديال الاسم والعائلي الشخصي ديالك. اذا هنا كنكتبوا عنوان البريد الالكتروني اللي هو يعني الجيميل القناه ديالك. وهنا لاحظوا معايا هنا اذا كانت عندك في هذا يعني الاختيار الثالث عندك شركه راك تكتب اسم يعني الشركه. اذا ما كانش عندك يستحسن نعملوا هنا باللغه العربيه لا شيء. اذا بعد ذلك كنعمل هنا كنفعل هذه الميزه هذه كامله وكنعمل هنا قبول. لاحظوا معي في الاسم او الاسم الكامل كنكتبوا الاسم العائلي والشخصي، هنا كنكتبوا الجيميل ديال القناه، الجيميل ديال القناه في يعني الاختيار الثاني. ثم هنا في الاختيار الثالث لكانت عندك شركه كتكتب اسم الشركه، اذا كانت ما عندك شركه ويرجى كتابه هنا لا شيء. لاحظوا معي اذا يعني اذا نقرت على هذه علامه استفهام، اذا كانت تعمل بالنيابه عن شركه شبكه متعدده القنوات يرجى ادخال اسم الشركه هنا، اذا كانت تتمتع شركه يرجى ادخال لا ينطبق في هذا الحقل. نعملوا هنا لا شيء، اذا بعد ذلك نعملوا هنا قبول. اذا بعد ما عملنا هنا قبول، لاحظوا معي هنا لاحظوا معي في هذا المكان، اذا ها هي سوبر شات اصبحت على هذا الشكل. لا يمكن الاستفاده من ميزه التشكرات بعد، لا داعي للقلق، فستتم اتاحتها قريبا، سيصلك اشعار في لوحه بيانات استوديو اليوتيوب عند يصبح بامكانك استخدامها. النشاط المتعلق برسائل سوبر شات والملصقات العجيبه، لم يتم شراء اي ارسال سوبر شات بعد ويتعذر علينا في الوقت الحالي عرض المعاملات المتعلقه بخدمه سوبر شات. اذا انفعلوا يعني هذه الميزه ديال سوبر شات، لاحظوا معي تم تفعيل ميزه الملصقات العجيبه الان. اذا لاحظوا معي هنا اصبحت ميزه السوبر شات مفعل. بعد تقريبا 48 ساعة هتكون ميزة أو 72 ساعة ما بين يومين أو 4 أيام هتصبح ميزة سوبر شات مفعلة. وهكذا يمكن لنا نقوم بإرسال يعني ذاك الأموال إلى البث المباشر. مثلا أي واحد بغى يعمل البث المباشر يمكن لكم ترسلوا الأموال أو
طريقة الوصول إلى 10 دولار، طريقة سهلة راح تلقاها في صندوق الوصف، طريقة الوصول إلى 10 دولار بفعل ميزة السوبر شاتو، أيضا هي طريقة جد سهلة. إذا عاود يعني رجعنا مرة أخرى إلى لوحة البيانات القناة، ثم بعد ذلك قمنا بالنقر على تحقيق الربح، لاحظوا معي في هذا المكان ديال السوبر شات يعني لا يمكنك الاستفادة من ميزة التشكرات، بل لا داعي للقلق فسيتم إتاحتها قريبا، ويصلك إشعار في لوحة بيانات استوديو اليوتيوب عندما يصبح بإمكانك استخدامه. إذن بعد كيف ما قلت لكم ما بين 48 ساعة، يومين أو أربعة، يعني يومين أو 4 أيام، ميزة ديال سوبر شات هتكون عندكم مفعلة. والطريقة باش توصلوا 10 دولار طريقة جد سهلة، لازم عليكم تعملوا بث مباشر وتعملوا عرض أولي. اللي ما كيعرفش يعمل عرض أولي في صندوق الوصف، طريقة جد سهلة باش أي واحد يعمل عرض أولي ويوصل 10 دولار. إذا كنتمنى هذا الشرح ينال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.